اليوم الإدارة الأمريكية قررت تمديد العمل بقانون الحماية المؤقتة للسوريين المقيمين في الولايات المتحدة. مرحبا الدكتور ناش فياض، دكتور في القانون الدولي ومحامي مختص في قوانين الهجرة الأمريكية. الإدارة الأمريكية كما ذكرنا اليوم قررت تمديد العمل بالحماية المؤقتة للمواطنين السوريين الموجودين في الولايات المتحدة، ولكن مع الأسف لم يجري تجديد هذا القانون كي يطال جميع الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة بعد 1/8/2016، وهو آخر موعد جرى فيه إعادة صياغة هذا القرار الذي يمنح المواطنين السوريين حق الإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة. هذا القرار يسري ابتداء من اليوم 23/9/2019، ويبدأ العمل بتقديم المعاملات خلال 60 يوم اعتبارا من تاريخه، والقرار قد تم تمديده ل 18 شهر كما جرت العادي. ينتهي العمل في هذا القرار الجديد في 31 أذار 31/3/2021. قرار الحماية المؤقتة هو قرار تصدره الإدارة الأمريكية لمواطني الدول التي يعني فيها حروب أهلية أو فيها كوارث طبيعية أو أي من العوامل التي تعيق رجوع مواطني هذه الدول إلى بلدانها بسلام. سوريا، اليمن، السودان هي من ضمن الدول التي قد أقرت الولايات المتحدة ومنذ سنين القرار الحماية المؤقتة أو TPS. ماذا يعني قرار الحماية المؤقتة؟ قرار الحماية المؤقتة يعني أن كل مواطن من الدولة السورية أو من المواطنين السوريين الموجودين في الولايات المتحدة قد دخل يوم 1/8/2016 أو ما قبل 1/8/2016 وما قبل، يستطيع إما أن يقدم طلب جديد إذا لم يكن قد قدم أي طلب في السابق، أو يمكن له أن يجدد طلبه إذا كان قد استفاد من هذا القانون في السنوات الماضية. قانون الحماية المؤقتة يعطي جميع المواطنين السوريين الموجودين في الولايات المتحدة حق العمل، حق التواجد بشكل شرعي، وأيضا حق طلب إذن سفر في حال الضرورة لمغادرة الولايات المتحدة لفترة قصيرة لزيارة ما والعودة إلى الولايات المتحدة بهذا الإذن. المهم جدا أن نعرف أنه فقط الحاملي الـ TPS يستطيعون أن يغادروا الولايات المتحدة والعودة إليها في حال حصلوا على إذن مسبق بالسفر والعودة إلى الولايات المتحدة. كما ذكرنا أيضا يحق لهم العمل في الولايات المتحدة والعيش بسلام وبكرامة. وكما ذكرنا بأول هذا الحديث، مهم جدا أن نعرف أنه حصل فقط التمديد لهؤلاء الذين كانوا قد حصلوا على TPS، على الإقامة المؤقتة في الولايات المتحدة، ولم يجري تجديد العمل في هذا القانون للمواطنين السوريين الجدد أو الذين دخلوا بعد 1/8/2016. فإذا جميع المواطنين السوريين الموجودين في الولايات المتحدة منذ 1/8/2016 أو ما قبل يستطيعون أن يستفيدوا من هذا القرار. طبعا هناك الكثير من البرامج الأخرى التي يستطيعون أن يستفيدوا منها، مثل اللجوء وغيرها من البرامج التي لا يتسع هذا الفيديو لها. ولكن لأي استفسار بهذا القرار أو عن هذا القرار أو أي إمكانية للهجرة إلى الولايات المتحدة أو لتقديم طلبات في الولايات المتحدة إن كانت مؤقتة أو دائمة، يمكنكم الاتصال فينا عبر الويب سايت www.fayadlaw.com أو عبر أرقام تليفوناتنا في فيرفاكس 703-998-5390 أو في ريتشموند 804-249-4747.
كما ويمكنكم أن تتواصلوا معنا يوميا وبشكل مباشر على اليوتيوب عبر فياضلة بي سي أو عبر الفيسبوك وإنستغرام أيضا فياضلة بي سي. لمزيد من المعلومات عن قرار التي بي اس للسوريين وعن جميع القرارات الأخرى رجاء التواصل معنا، وشكرا لك.